نحن في مرحلة تصفية الميليشيات. السوداني إذا كان لا يدري فعليه أن يدري ماذا يفعل أن يكون كما ذكرت أنت واضح، لأنه هو راح يدفع ثمنها شخصيا ليس فقط من المستقبل السياسي. حديث لأول مرة أستاذ عدي ضمن هذا النظام اللي عمره 20 سنة أو أكثر، راح نقارب على 21 سنة، لم يحصل اتصال بين المدير CIA مع رئيس وزراء عراقي. هذه لأول مرة. نعم هذه لأول مرة. يعني هسه ذاك لقاءات جانبية تحت الطاولة واحد، بس أنا أتحدث وهذا الاتصال تم كشفه من قبل الخارجية الأمريكية. عرف كيف؟ وتحدثوا وللمعلومات أكو أحياناً عبارات حتى من تترجم خطأ، بس إحنا عن حتى معرفتنا باللغة الإنجليزية وكذا نظل نبحث ونسأل حتى الأمريكان أحياناً أصدقائنا الأمريكان، يعني اللي الناس العاديين مش تعني هاي الكلمة، يعني أكو كلام عندهم بيحسش لما يقول له harsh consequencing، يعني هذه عبارة ما تستخدم الحقيقة في في الاتصالات الدبلوماسية. يعني شلون تقول للواحد راح يحش السامع يطيحون حظك؟ هكذا هي العبارة. نعم هذا هكذا، هي هكذا قسوتها. نعم يعني هالشكل بمعناها ليس اللغوي، يعني ليس بمعنى تترجم حرفي، اي مو الحرفي لا، بس المعنى المقصود من المعنى. انا لما اتحدث ويا واحد واقول له دير بالك او شيء بهذه العبارة، فهذه العبارة استخدمها ويا مدير CIA. بعدين لما يقول له our own، يعني هي هاي تخصنا، يعني ما راح نرجع لك. هذه الجماعة يردون هذا المكتب ما يسوي في الترجمة ما يسوي حسب ما يردون. لا هذا اللي يقصدوه، هذا اللي يقصدوه، أنه الشغلة صارت يمنا مو يمك. تعرف كيف؟ أي نعم مو يمك، لا نقول لك ولا نبلغك ولا كذا ولا هم يحزنون، راح نتصرف بكيفنا. تعرف كيف؟ وأنه تداعياتها